إلى ضيفنا سيد إيهاب عباس في واشنطن. سيد إيهاب، سأبدأ معك الحديث حول هذه السياسة الأمريكية تجاه هذا الملف اليمني، وصفت ربما النشطة. تحذيرات أمريكية من تعثر محادثات تمديد هدنة الشهرين. واشنطن تدعو إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. واشنطن تطالب بتسهيل مساعدة ملايين الأشخاص. حقيقة، هل لدى الولايات المتحدة سياسة واضحة تجاه اليمن، أم لديها سياسة تجاه السعودية تملي عليها أفعالها فيما يتعلق بالملف اليمني؟ وهل هنالك ما يدعو الآن من تغيرات على الساحة الدولية، ما يدعو الإدارة الأمريكية لتحديد سياسة واضحة للتعامل مع هذا الملف؟ أهلا بحضرتك وبضيفك وبالمشاهدين أينما كانوا. يعني الإدارة الأمريكية الديمقراطية جو بايدن منذ أن جاء إلى البيت الأبيض وأعلنها صراحة عندما أوقف الدعم المقدم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، هذا الدعم الذي كان دعما لوجستيا وعسكريا، بالإضافة إلى أنه قام برفع جماعة الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية الأمريكية. فالتوجه الأمريكي منذ اليوم الأول، أو توجه إدارة بايدن، لا أريد أن أقول أمريكا، لأن أمريكا في عهد ترامب كانت تتعامل بحزم في هذا الملف وبحزم مع الإيرانيين والحوثيين، لكن إدارة بايدن الديمقراطية في الواقع تنتهج نهجا مختلفا تماما، مبني على اتركوا الأمر في اليمن كما هو، لن نقدم الدعم العسكري للسعودية ولن نقدم الدعم الدبلوماسي لإيجاد حل مناسب لكل الأطراف، وسنترك أو نطلق يد الحوثيين الإرهابيين لضرب مرة في السعودية ومرة في الإمارات، وتستمر الحال على ما هي عليه. هذه السياسة بعد عام وأربعة أشهر حتى الهدنة قبل شهرين كانت هي السياسة الواضحة، وقبل الهدنة حتى بشهرين تقريبا أو شهر ونصف، عندما قامت جماعة الحوثي الإرهابية بضرب مواقع في داخل الإمارات العربية المتحدة وكثفت ضرباتها على المدنيين في المملكة، قالت الإدارة الأمريكية، بايدن تحديدا، قال سندرس إمكانية إعادة هذه الجماعة إلى قائمة الإرهاب الأمريكية. هذا قبل تقريبا أربعة أشهر. حتى اليوم ونحن نتحدث لم تقم الإدارة الأمريكية بإعادة هذه الجماعة الإرهابية. لماذا سيد إيهاب، لماذا لم يتم وضع هذه الجماعة على قوائم الإرهاب، رغم أن حتى هذه العمليات الإرهابية خرجت خارج الحدود اليمنية على مرأى يعني الجميع؟ يعني هناك قراءتان في هذا الأمر. القراءة الأولى تقول إن الولايات المتحدة لا تريد أن تدخل في معارك عدائية أكثر مما هو عليه الوضع مع إيران، ولا تريد أن تؤزم الموضوع بشكل أكبر حيث تقوم بوضع جماعة الحوثيين الإرهابية على قوائم الإرهاب مرة أخرى كما فعلت إدارة بايدن. القراءة الأخرى، أملا طبعا في أن يكون هناك حلحلة في الملف الإيراني المتعلق بالاتفاق النووي. القراءة الأخرى تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضغط على المملكة العربية السعودية ودول الخليج في عدد من الملفات الأخرى، وتعتقد أن هذا الضغط يتم عن طريق رفع يدها عن الملف اليمني ورفع يدها عن تقديم الدعم للحراك الداعم للشرعية أو التوافق العربي الداعم للشرعية في هذا الإطار. وكله في نهاية المطاف من وجهة نظري يصب في إناءين. الإناء الأول هو إعطاء إيران فرصة كبيرة للتخلي عن التزاماتها تجاه جيرانها والتزاماتها النووية والمماطلة فيما يتعلق بملفها النووي ومفاوضات فيينا إلى آخره. والإناء الآخر الذي تصب فيه هو إناء بداية سوء علاقات استراتيجية بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن بسبب سوء إدارة بايدن لهذا الملف والملف الإيراني، لان الملفين في نهاية المطاف مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا. لكن الإدارة الأمريكية يبدو انها مع نهاية هذه الهدنة بدأت تدرك ان هناك احتياجات كبيرة للشعب اليمني، طبعا هذا معروف، واحتياجات كبيرة للمنطقة كي يكون هناك امتداد للهدنة والسلام، لان هناك ملفات اكبر معنية بها الولايات المتحدة الآن.